مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. وما تنسوش دايما أن كل الوصفات اللي احنا بنعملها من أول ما بدأنا لحد دلوقتي كلها موجودة على قناة اي تي سي على اليوتيوب. النهاردة هنعمل وصفات حلوة جدا وسهلة، وبرضو زي ما اتفقنا هنحاول ازاي نوفر فيها نخليها اقتصادية شوية وفي نفس الوقت برضو تبقى وجبات متكاملة تقدروا تعملوها. يعني لما بعمل كذا فكرة في الحلقة ببقى عايزاكم تاخدوا فكرة منها تعملوها اليوم ده، فكرة تانية نعملها يوم تاني وهكذا. النهاردة هنعمل الطلب مني كتير جدا، هنعمل كانيلوني بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجين للكانيلوني بالفراخ والبشاميل، محتاجين مقادير الكريب نفسه اللي احنا هنعمله، محتاجين 3 بيضات و3 كوبايات من اللبن وكوبايتين ونص من الدقيق. لو حابين تقللوا الكمية تخلوها النص ده، او مثلا تقللوا المقدار تخلوها بيضتين مثلا وكوبايتين من اللبن او حاجة، بس المقدار ده هيعمل لي صينية محترمة كده عشان لو احنا مش هنعمل اكل جنبه او حاجة. تمام. وعندي كمان رشة ملح ومقادير الحشو فراخ مفرومة. هجيب صدر مثلا افرمه او حوالي مثلا 300 جرام، مش محتاجة اكتر من كده. وعندي كمان معلقة كبيرة من الزيت وبصل مفروم وثوم مفروم، حابين تحطوا برضو فلفل أو حاجة براحتكم. وعندي صلصة واتنين معلقة كبيرة من الجبنة الشيدر أو أي نوع جبنة موجود عندكم، وملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب ومقادير البشاميل. طبعا كالعادة احنا بنعملها مع بعض كل مرة، 4 معالق من الدقيق و4 معالق من الزبدة و5 كوبايات من اللبن وملح وفلفل وجوز الطيب، وللوش اي نوع جبنة او طبعا برضو اختياري لو مش حابين تحطوا جبنة تقدروا تستغنوا عن الجبنة اللي فوق الوش. تعالوا نقول مقادير تاني. مقادير الكريب محتاجة 3 بيضات، 3 كوبايات من اللبن، كوبايتين ونص من الدقيق ورشة ملح. محتاجين للحشو دجاج مفروم، انا حوالي 300 جرام اللي مستخدماهم، ومعلقه كبيره من الزيت وبصله مفرومه وثوم مفروم وصلصه واتنين معلقه كبيره من الجبنه الشيدر او لو مش حابين تقدروا تستغنوا عنها. وعندي كمان ملح وبهارات وفلفل وجوز الطيب ومقادير البشاميل عباره عن 4 معالق من الدقيق زيهم زبده و5 كوبايات من اللبن وملح وفلفل وجوز الطيب، وللوش جبنه لو حابين تبقى في جبنه برضو على الوش. بصوا تعالوا نقسم الموضوع كده كذا جزء عشان ما نتلخبطش مع بعض. اول حاجه هعمل الكريب. هعمل الكريب عندي خلاط او على ايدي، مش موضوع مش محتاج اي حاجه خالص، اي صعوبه. انا هشتغل في الخلاط عشان انعم على قد ما اقدر. هحط الخليط بتاعي في الخلاط اللي هو عباره عن ايه؟ عن 3 كوبايات من اللبن اهو، هحط 3 كوبايات من اللبن عليهم 3 بيضات. تمام. كله كده هنعمه خالص، هخليه في الخلاط ناعم. لو ما عنديش خلاط او مش عايز اشتغل في الخلاط هعمله على ايدي عادي باي ويسك. انا بس اشتغلت في الخلاط عشان يبقى انعم على قد ما اقدر. يعني هبدا احط الكوبايتين ونص من الدقيق بالشكل ده كده كله على بعض، مش محتاج اي يعني خطوات او اي تكنيك في العمايل. تمام. وهبدا ان انا اضرب كل الكلام ده في الخلاط اخليه ناعم خالص. بصوا هوقف كده، هحط بقى رشة الملح، ممكن تحطوا كمان رشة فلفل اسود اهو بالشكل ده، وهحط معلقة زيت، معلقة واحدة مش اكتر من كده اهو. وهبدأ اضرب برضو انعم خالص، يعني اخلي كل الدقيق داخل عندي في اللبن وكل السوائل كده داخلة مع الدقيق لحد ما الخليط يبقى ناعم خالص. كده تمام قوي. هبدا كده اديله تقليبه قبل ما انزله عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق او اي تكتلات كده حاصله في الخليط عندي، ولا في حاجه في الجناب ولا في الارضيه ولا اي حاجه. بصوا الخليط ناعم تماما اهو. تمام. تعالوا بقى ايه نحطه كده في بوله. بصوا
حابين تصفوه تقدروا تصفوه، بس هو مش محتاج اهو. عايز تطلع؟ يلا تعالوا بقى دلوقتي هنطلع فاصل، انا مش هعمل حاجه خالص، الكريب اهو لحد ما ترجعوا لي نكمل بقيه حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وانا في الفاصل كده حطيت واحده كريب سويتها، بصوا اهي من الوش ده والوش ده سويتها كده بالشكل ده، وهبدا اطلع الكريب واحط واحده تانيه، اطلعها كده على طبق اهو بالشكل ده، ونبدا ايه نحط برده واحده تانيه اهو. وكل مره ما بحط لازم اقلب، لازم اقلب كده من فوق لتحت عشان اتاكد ما فيش اي دقيق او اي حاجه يعني عندي كده في الارضيه بتاعت البول اهو. هبدا كده احط بالشكل ده، وهبدا ايه افرد كده بالشكل ده، واقوم حطاها على النار. خلاص اول ما بتستوي بتلاقوا لونها ابتدى يفتحها كده من بره الاول اهو، بصوا بصوا شايفين، وابتدت يطلع لها كده فتحات، شايفين اللون ده غير اللون اللي جوه، بيبدا اللي هو ايه يطفي فيه، بيبقى فيه لمعه كده بتطفي اهو، بيبتدي يستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما اقلبهاش خالص او افك اطرافها غير لما الاقي كلها بقت باللون ده، بصوا لسه هنا في سوائل، شايفين الفرق ما بين اللون واضح جدا، كل ده هيبتدي يبقى نفس اللون. ابدا بقى ان انا اسلكها من الجناب واقلبها واعمل الكميه كلها عندي بالشكل ده. انا طبعا محضره شويه كمان قبل الهواء، بصوا بحطهم كده في منديل او في سوري فوطه اهو بالشكل ده، وببدا اهو اغطيهم، عندي كميه من الكريب اللي احنا عاملينه اهي، بصوا شايفين الكميه دي عملت لنا كميه كويسه جدا اهو، شايفين بتخلصوا الكميه بتاعتكم كلها وبتعملوها بالشكل ده تمام اهو، عشان نبدا ان احنا نحشيها. تعالوا بقى نعمل الحشو ونعمل البشاميل ونبدا بعد كده نشتغل مع بعض في الوصفه. اوريكم بس كده ايه، اول ما بتطفي كده ببدا ايه اسلكها من الجناب اهي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو لسه معجنه ما يعني ما استعجلش عليها اهو، لسه شويه. اميره صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله زي الفل والله، كله جميل. انت عامله ايه؟ عايز اسالك عن طريقه الكبد القور. حاضر، عينيا حبيبتي، عايزاهم بالطشه كده في زي الكبده الاسكندراني ولا عايزاهم بالصوص؟ لا عايزاهم بالصوص. حاضر حاضر يا حبيبتي، عينيا، حاضر، شكرا يا حبيبتي لتليفونك. بصوا اهو بقلبها وبرده بديها كده تشويحه من الناحيه الثانيه، وبطلعها مع بقيه الكريب، بخلص الكميه كلها وهبدا بقى دلوقتي نعمل الحشو. عندي طاسه فيها شويه زيت، وهبدا احط ايه البصل اللي انا عايزه اشوحه، احطه كده بالشكل ده، وهبدا انزل عليه بحوالي 300 جرام من الفراخ المفرومه. 300 جرام يعني حوالي صدر حجمه كبير، او ممكن مثلا وراك تمام، يعني مش شرط حتى يكون صدور، لو عايزين تفرموا وراك برده معاها برده تمام. انا قصدي ان هي مش كميه كبيره، يعني انا مش محتاجه اكتر من 300 جرام من الفراخ المفرومه، هتعمل معايا كميه كويسه جدا. الفراخ دايما غير اللحمه واحنا بنعملها عصاق كده او بنشوحها مع البصل، مهم قوي ان انا اقعد بصوا احرك كده فيها عشان ما تبقاش قطع عندي، تبقى مفرطه كده عن بعض، لما تستوي هتبقى كل ده مفرط كده عن بعض غير اللحمه المفرومه. بصوا مهم قوي ان انا ايه اقعد افك كده فيها بالشكل ده تمام. هبدا بقى ايه احط فيها شويه بهارات، ابهر بقى زي ما انا عايزه، وبرده اقلب كده بالشكل ده، هحط ملح، ملحوا بقى عادي الحشو بتاعكو، هحط شويه فلفل اسود، شويه جوز الطيب، شويه كاري، اي بهار انتوا بتحبوه تقدروا تحطوه، شويه بهار فراخ، عايزين توم باودر، بصل باودر، شويه كزبره كده معاها، او بهارات مشكله على حسب ما انتوا تحبوا تقدروا ان انتوا تعملوا ده.
مميز صباح الفل. مميز الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ مخليك الحمد لله دايما يا رب. مي عامله ايه واخواتها كلهم كويسين؟ الحمد لله كويسين والله. بيسلم على حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. تسلمي. والله بشكرك يا شيف اسماء على الحلقتين اللي فاتت بتاعت الحواوشي وبتاعت امبارح بتاعت السمك. الله يخليك. الحواوشي كان عاملين وصفات حلوه جدا يوم الحواوشي. والكيكه اللي هي بالكستر جميله جدا عملتها حبيبتي. الله الف هنا حبيبتي. الف هنا حبيبتي. تسلمي حضرتك. ممكن حبيبتي. بس اقول كلمه بس بمناسبه عيد الام لوالدتي. طبعا احنا كان بنقولها كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل الامهات طيبه يا رب وربنا يخليهم لنا كده ويبارك لنا في صحتهم يا رب. الو هي متوفيه والدتي متوفيه. انا مش سامعه والله. الو ايوه معاكي يا ام مي. بقول لحضرتك والدتي متوفيه حبيبتي. والله كل عيد يعني وهي في الجنه حبيبتي. ربنا يرحمها يا رب ويعني ودايما فاكراها وبتدعي لها كده ان شاء الله وتبقوا يعني ذريه صالحه كده تشفع لها في الجنه يا رب. الله يخليكي. الله يخليكي. شكرا يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي. شكرا يا ام مي. بصوا اهو ببدا اعمل الحشو كده بالشكل ده وطول ما انا شغاله بقلب كده في الفراخ بقوم فرماها كده بالشكل ده. تمام اهو انا كده عملت الحشو وبهرته وكله تمام. هجيب اخر حاجه فص ثوم كده وابدا احطه. قولي يا محمد انا معاك. حاضر تمام. نبدا كده نقلب كل الكلام ده كده. كده الحشو عندي جاهز. حابين بقى تحطوا معاه فلفل، حابين تحطوا معاه زيتون اخضر، ممكن اي حاجه من الحاجات دي. هرفع الحشو كده على جنب وهبدا اعمل البشاميل. هوطي بس الدنيا شويه كده عشان النار عاليه قوي. وهبدا احط عندي البشاميل محتاجه له الدقيق قد الزبده واللبن هنزله بالتدريج. هحط كده شويه زيت وهحط عليهم الزبده وهبدا اشوح فيهم الدقيق حوالي 30 ثانيه كده مش اكتر من كده. اهو اميره صباح الفل. بصوا بنشوح كده الدقيق. اميره عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله كله تمام يا رب. الحمد لله يا حبيبتي. وانت كله تمام ان شاء الله وبسم الله ما شاء الله عليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك. عايزه اسالك على حاجه. طبعا لما نيجي لما بنيجي نحشي الكريب او الكنانوني بمشروم اللي هو بالجاهز اللي هو الفريش. اوكي. بنسويه ولا بنحط بنقطعه؟ بصي انا بشوح. لا طبعا بشوحه في نفس القصه كده اللي احنا عملنا فيها الفراخ. بقوم حاطه فيها المشروم وبعدين حاطه الفراخ. يعني حطيت شويه زيت ونزلت بالمشروم يعني خليته يدبل كده شويه وبعدين حطيت البصل وبعدين نحط الفراخ بتاعتنا. ما بحطوش ني طبعا بيبقى احلى وهو متشوح كده. وبرده اللي هو اللي بيكون معلب ده اللي هو موجود برده. بصي ما انصحش بصراحه المعلب. المعلب العلبه بتمن ربع كيلو مثلا من المشروم الفريش، فطبعا ما فيهاش يعني ما فيش مقارنه ما بين ده وده. فما بنصحش بصراحه بالمعلب، طعمه بيبقى مختلف خالص يعني غير المشروم اللي احنا يعني بناكله لو مشروم فريش. فطبعا يعني هاتي طبعا مشروم فريش بيبقى طعمه احلى قوي في الاكل يعني بيبقى فارق في الطعم. يعني بنحط بتشوحي الاول المشروم بعد ما بتقطعيه بتحطي شويه زيت او مكعب زبده على حسب ما انت حابه تشوحي في ايه. وبعد كده بتنزلي بعد ما بيتبلوا كده شويه بتحطي البصلايه وبتنزلي بقى على الفراخ. تمام. بعد كده بقى بتتبليها ملح فلفل بهار فراخ كاري اي التوابل اللي انت حباه. طب لو انا حابه اعمله بالخضار بس ممكن احشيه خضار بس. ممكن بعد ما تشوحي المشروم تحطي بصل تحطي جزر مبشور تحطي كوسه مبشوره تحطي اي خضار انت حباه وتعمليه بالخضار بس لو انت حابه يعني ما تزوديش معاه اي حاجه. ما هنزود ان شاء الله. ان شاء الله. والعجينه نفسها لما بنحطها لما بنيجي نحطها ليها معيار محدد ان احنا نحطها في الصينيه علشان احنا عندنا الصينيه كبيره شويه. اللي انت بتعملي فيها الكريب؟ اللي يعني مثلا زي ده كده؟ زي دي كده؟ لا اكبر منها بشويه. طيب بصي المعيار بتاعك ان انت تبقي فارده الكريب، يعني بصي انا اهو
بحط، ما عنديش معيار معين، بحط كده وبفرد اهو. اه وبفرد لحد ما يتفرد عندي بسمك كويس اهو، بس وببدا احطه. مفيش يعني ما تلتزميش بمعيار يعني بالمسطره، على حسب ما ياخد معاكي ويفرد الكريب معاكي. فمفيش معيار معين. برضو واحده كانت رفيعه قوي وتقطعت مننا، واحده كانت تخينه ما بنحبوش بيوريها. لا ما هو بصي انت شوفي بقى، اول واحده كده اظبطي الحجم بتاع الصينيه بتاعك او الطاسه بتاعتك، اظبطي حجمها على حسب هتحطي قد ايه. لو مثلا استخدمتي واحده ونص من دي يبقى خلاص لقيتيها مظبوطه وسمكها مظبوط تمام، ثبتي بقى الواحده ونص. لقيتيها رفيعه شويه زودي شويه كمان على حسب الحجم اللي عندك. يعني ما اقدرش اقول لك بصراحه حجم معين وفي الاخر ما يعني مش عارفه الحجم اللي عندك قد ايه، فهو بالويم كده لقيتيها رفيعه شويه هتلاقي نفسك محتاجه تزودي المره اللي بعديها شويه وهكذا يعني لحد ما تظبط معاكي. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. بصوا ببدا اقلب البشاميل، ايدي في البشاميل ما بوقفش تقليب. الزبده مع الدقيق قلبتهم حوالي 30 ثانيه وبعدين بحط عليهم اللبن بالشكل ده وبملح اهو، واحط رشه فلفل اسود، ما ببقاش عايزه احط فلفل اسود كتير، ورشه جوزه الطيب اهو. تمام اهو كده بالشكل ده. هاجي كده طاسه صغيره اجيبها كده اعمل ايه شويه الصلصه فيها، هحط برضو فيها شويه زيت اعمل صلصه حمراء. هي بصوا هي وجبه متكامله، خلي بالكم ما بتبقوش محتاجين ان انتوا تحطوا معاها اي حاجه تانية، فهي وجبه متكامله ما بتبقاش محتاجه تحطوا معاها اي حاجه اهو. بصوا توم كده بالشكل ده، حوالي فص توم مع شويه زيت، هحمرهم كده وانزل بالزيت بالصلصه الحمراء عشان ابقى عامله الصلصه الحمراء بتاعتي. بصوا صلصه البشاميل ناعمه خالص، بفضل اقلب تقليب مستمر ما بوقفش عشان تفضل ناعمه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، يبقى احنا كده عملنا الحشو، عملنا الكريب اللي عندنا، خلصنا مثلا الكميه كلها في الكريب اللي معمول اهو. بصوا عملت كميه قد ايه. تبداوا بقى ان انتوا بعد ما بتخلصوهم بتحطوهم احسن في يعني تلفوهم كده في فوطه عشان يفضلوا طريين وتعرفوا ان انتوا تحشوهم بمنتهى السهوله يعني وتتنوهم وما يتقطعوش معاكم. تمام بالشكل ده كده بشاميل خلاص. يعني انا مش عايزه بس اروح احشي غير لما البشاميل يخلص عشان ما نسيبوش على النار. تمام، عندي الثوم على النار مع شويه زيت يسخنوا كده ويتحمروا وبعدين هنزل عليه بالصلصه. يبقى تعالوا كده نقول تاني عملنا ايه. عندي شويه الجبنه اللي احنا قلنا اختياري على حسب ما انتوا تحبوا، حابين تحشوا من جوه جبنه، حابين تحطوا جبنه من فوق الوش، عندي اي نوع جبنه انتوا موجوده عندكم تقدروا ان انتوا تشتغلوا بيها. وعندي الفراخ المفرومه بالشكل ده. تمام، برضو شوحتها على البوتاجاز كده بشويه زيت والبهارات اللي انا عايزاها بشويه بصل، وحطيت برضو معاها فص كده توم، وتقدروا اللي هو تبقى زي ما انتوا شايفين كده، حابين تزودوا معاها فلفل الوان، زيتون اخضر، اي حاجه انتوا حابينها تقدروا ان انتوا تعملوها. تمام، وعندي هنا البشاميل اهو خلص، هرفعه من على النار اهو، ونبدا بقى ايه نحشي مع بعض كده كل الحاجات دي. التوم اهو برضو ابتدى يتحمر، اول ما هيتحمر هنزل بالصلصه. الكريب اللي عندي هنا برضو مستنيه بس ايه كله يستوي عشان ابدا اسلكه. بصوا التوم ابتدى يتحمر اهو بالشكل ده، هبدا انزل عليه بمعلقتين كده من الصلصه واسيبه يتسبك كده شويه بالتوم. يبقى تومه وشويه زيت كده ومعلقتين من الصلصه، واحط عليهم ملح وفلفل، ممكن احط كمان مكعب مرق لو حابه اهو، وخلاص على كده شويه بهار ممكن احط، وابدا اسيبها كده تتسبك وكده. تمام قوي معايا. حاجه فايزه صباح الفل، اخر عليك يا شيف اسماء. حضرتك عامله ايه؟ انا مبسوطه ان انا كلمتك امبارح وكلمتك النهارده. الله يخليك، كده شرف لينا حبيبتي. انا خلاص القناه حفظتها وعرفت الطريقه بتاعتها. يا سلام، ده احنا يعني والله في قمه سعادتنا. يا سلام بس كده يا بنتي. الله يسعدك، الله يسعدك يا بنتي، الله يزيدك من نعيم ويزيدك من علمه. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي والله. بعدين الكلام الحلو ده
الله يبارك لك يا بنت، الله يسعدك يا بنت، الله يسعدك. الله يخليكي، وهستناكي كل يوم تكلمينا كده ان شاء الله. لو انا على وش الدنيا اكلمك على طول حبيبتي. الله يخليكي، ربنا يديكي الصحه حبيبتي يا رب. ويديكي حبيبتي يا رب. الله يبارك، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه وبخير يا رب. بقول لحضرتك يا شيخه اسماء، اتفضلي. انا مثلا عندي لحمه قطع في الفريزر مجمده، اوكي، ولو انا مش عايزه اسلقها، عايزه اعملها حاجه ثانيه، ممكن بخاف اطلعها افكها بتنزل العصاره بتاعتها. مفيش مشكله، عادي صفيها يعني، حطيها في مصفى، سيبيها تفك في مصفى، تنزل اي سوائل فيها. انا مش عايزاها تنزل السوائل دي. ما هي بيبقى فيها ميه طبيعي من التجميد. تمام تمام، مفيش مشكله يعني، لازم تنزل. بيبقى عباره عن السوائل بتاعه التجميد بتفك. طب لو اعملها حاجه تانية غير السلقه اعمل فيها ايه؟ هقول لك حاضر. ممكن نعملها حاجات كتير جدا، ممكن نعمل طواجن، وهقول لك طريقه حلوه قوي تعمليها بيها. ماشي، ممكن نعملها ورقه لحمه مع بطاطس. ممكن نعملها طاجن، هقول لك. حاضر، عيني. تمام. سؤال تاني معلش، اتفضلي. عاوزين بقى شويه تحضيرات كده لرمضان. هنعمل ان شاء الله، محضرين شويه تحضيرات بقى حلوه واقتصاديه كده، تخلي معانا الفريزر كله مليان طول شهر رمضان ان شاء الله باقل الامكانيات. ربنا يزيدك، ربنا يزيدك من علمه. الله يخليكي حبيبتي، شكرا. ربنا يبارك لنا فيكي ودانك منوره الشاشه كده على طول. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي تسلمي، شكرا يا حبيبتي. بصوا، هنحط بقى كده مغرفه بشاميل كده في البايركس بتاعي، مغرفه كده واحده بس، ايه، اعمل ارضيه للكانيلوني، وهبدا بقى ايه، اجيب طبق وحشي الكانيلوني بتاعي. تمام. حابين بقى زي ما قلت لكم في حشوات كتير جدا، يعني ممكن تعملوا حشوه خضار، حشوه فراخ، حشوه لحمه مفرومه، اللي موجوده عندكم تقدروا ان انتوا تحشوا بيه. هبدا بقى ايه، اخد واحده واحده كده واجيب معلقه وحشي بالشكل ده كده، زي ما قلت لكم. حابين بقى تحطوا اي اضافات، مشروم، فلفل، اي حاجه براحتكم خالص. ببدا احشي بقى اي حشو كده احنا حابينه، وابدا الف رول اهو، واحطه هنا في الصينيه. تمام، اخلص بقى كل الكميه اللي عندي باي حاجه انا عايزه احشيها، لحمه مفرومه معصجه، تمام، حشوه خضار. حشو الخضار على فكره بيبقى برده طعمه في منتهى الجمال، بتحطوا له كده مكعب مرق خضار كان بيطعمه قوي وبيخليه حلو جدا. حابين تحطوا جبنه جوه، تمام، حابين تخلوا الجبنه بس فوق الوش برده، تمام. هبدا كده ارص كله جنب بعض لحد ما اكمل الصينيه بتاعتي كلها اهو. تمام، الشكل ده اهو. واحنا كده بنحشي، تعالوا اقول لكم ممكن نعمل ايه وصفات باللحمه من غير ما نسلقها. ممكن نعمل كباب حله، ممكن نقوم حاطين كده مكعب زبده كده على النار بشويه زيت، ونازلين باللحمه مشوحينها كويس قوي، محمرينها، مخلينها تحمر خالص بملح وفلفل وشويه جوز الطيب، وبعد كده ابدا احط عليها نص كيلو مثلا من البصل متقطع او مفروم او معمول شرايح على حسب ما انا احب تقطيعته ايه، وابدا اشوح كل الكلام ده كده مع بعض، واحط طماطمايه مبشوره وقرن فلفل حامي ورومي، ومثلا ابدا ان انا اسويه على البوتاجاز كده مع شويه ميه لحد ما كل البصل ده يتكرمل كده ويستوي ويبقى زي الفل معايا. دي وصفه. ممكن برضو تاني نعملها مثلا في طاجن في الفرن. طاجن في الفرن ممكن نقوم عاملين ايه، نقوم مشوحين برضو اللحمة عندنا في شوية برضو زبدة وزيت كده، احمرها وابدأ ان انا احط لها مثلا برضو فلفل وطماطم والكلام ده كله وبصل وفصين من الثوم، وهقطع معاهم مثلا كام بصلاية كده مكعبات او شرايح، وابدأ ان انا احطهم في طاجن مثلا او في صينية في الفرن، وهكذا. يعني في وصفات كتير جدا للحمة، طبعا احنا عاملين وصفات كتير قوي قبل كده، فتقدروا ان انتوا تعملوها، مش شرط ابدا ان انتوا تسلقوا اللحمه بس. يعني استاذ ياسر، استاذ ياسر صباح الفل. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ انا عايز اقول النجمه بتاعت برامج السفره كلها. الله يخليك، الله يخليك، من ذوق حضرتك والله، الله يخليك بجد بجد بجد، كلنا بنستنوكي. الله يخليك. طب قولي يعني يا استاذ ياسر بقى، حضرتك شاطر في المطبخ اكيد، بدل بتتفرج على برامج طبخ. والله انا ما انا بحب عندي هوايه يعني موضوع الطبخ ده،
عندي جامده يعني. طب ايه اكتر حاجه بتدخل المطبخ يعني بيستنوها بقى لما بتعملها يعني؟ والله انا بحب اعمل المكرونه البشاميل قوي. المكرونه البشاميل دي عقده ناس كتير، مع انها سهله جدا بس في ناس كتير ما بتظبطش معاها. هي سهله بس بتبقى ايه من صعوبتها يعني. أيوة. الواحد بيبقى عامل زي عامل تحدي. ايوه صح، هي السهل يعني الممتنع، هي والرز. انا دايما بقول المكرونه البشاميل والرز على قد ما هم وصفات سهله بس برضو بتبقى يعني من الحاجات اللي هي السهل الممتنع، مش اي حد بيعرف يظبطهم. ده حقيقي. لا فعلا فعلا فعلا. وبعدين في ناس بتسهل الموضوع الطبخ ديت يعني، يمكن حضرتك من الناس دي. انا دايما بحس حاجة. الاكل اصلا هندخل لازم نبقى الدنيا بسيطه، ما نكلكعش الدنيا. ايوه ايوه، لازم يبقى في بدايل مثلاً يعني. مثلا في البهارات في حد يحط لك 60 نوع ومش عارف ايه، وانت حضرتك ما بتعمليش ده. انا دايما بحب كمان يبقى في بدايل بصراحه، يعني ما نبقاش مضطرين ان احنا بنشتري حاجه معينه عشان نعمل وصفاتنا، لا بنشتغل باللي موجود عندنا في كل بيت. فبحاول دايما اعمل وصفات على الحاجات اللي موجوده في كل بيت مصري يعني، من غير اي اختراعات. نعمل افكار جديده، لكن الحاجات كلها بحب ان احنا نشتغل بالحاجات اللي موجوده عندنا في البيت. ده حقيقي بجد بجد. ده كلامي يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان في حاجات كتير قوي انا كنت يعني عايز اعرف اتعمل ازاي. انت حضرتك عملتيها بطريقه يعني، في كفته اللي عملتها المره اللي فاتت، الكفته بتاعي البطاطس. اه احنا عاملين النهارده كمان راس بطاطس كده زي الكفته برضو، حضرتك هتعجبك جدا. فدي عجبتني جدا جدا جدا. الله يخليك. صراحه حاجات بتعمليها تسلم. جميله جدا. تسلم لحضرتك. انا مش عارف، انا بحسك كده ان حضرتك يعني ايه وجه سينمائي او. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك جدا، وهنتظر تليفونك دايما باذن الله. شكرا لحضرتك. ميرسي. شكرا. بصوا بقى هنحط ايه الصلصه اللي احنا عملناها بالثوم كده، وحطينا ملح وفلفل، هنحطها على الكانيلوني كده، هندهن دهنه كده ماشي قبل ما نحط البشاميل. ميكس كده حلو جدا، الصلصه مع البشاميل مع شويه الجبنه اللي هنحطهم من فوق الوش. بصوا انا بشوف ان الصينيه دي بصراحه مش محتاجه حاجه تتاكل جنبها غير شويه مخلل بس، مش اكتر من كده. تمام كده. طبعا انا اي صلصه عندي بتتبقى او اي صلصه بشاميل بتتبقى عندي بحطها في علب كده او في اكياس، بقوم ربطها وبحطها في الفريزر، يعني بحتاجها في اي حاجه تانية. تمام اهو، ببدا بقى احط البشاميل عليها كده من فوق الوش اهو بالشكل ده، اغطي كده بالبشاميل. انا ما بقاش عايزه اغطي قوي بصراحه يعني، بصوا اهو بالشكل ده كده اهو، واحط عليهم الجبنه. الجبنه زي ما قلت لكم اختياري، اللي موجوده عندكم حطوها، مش موجوده تمام. طب لو مش موجوده وانا عايزه احمر الوش، برش رشه بقسماط. احنا اتفقنا دايما على بدايل الجبنه اللي بتخليها الوش متحمر، برش رشه بقسماط كده فوق الوش كده، بتديني قرمشه حلوه ولون كمان حلو. فلو عندكم ده او ده اعملوا اللي انتوا حابينه او اللي انتوا متوفر عندكم اهو. هبدا بقى ادخلها الفرن، هنضف بس الصينيه كده وابدا ادخلها الفرن. تمام اهو كده، امسح كده كل اطراف الصينيه، الحاجات اللي وقعت عشان تبقى برضو الدنيا نظيفه كده واحنا بنقدم اهو. تعالوا بقى ايه ندخلها الفرن، هي كل حاجه مستويه، الفراخ الحشو مستوي، الكريب مستوي، كل حاجه مستويه والصلصه وكل حاجه. يا دوب بس هي هتاخد تحميره والجبنه تسيح مع البشاميل وتاخد وش كده وهطلعها، مش محتاجه اكتر من كده يعني. تعالوا هدخلها بقى الفرن اهو، يا دوب الوش هيتحمر وهبدا ان انا ارفعها كده واقدمها مع شويه مخلل كده. الموضوع مش محتاجه اكتر من كده، الدنيا بسيطة وسهلة ويعني مش محتاجة أي تعقيد. تعالوا بقى إيه نعمل مع بعض راس بطاطس في منتهى الجمال. قبل ما نطلع فاصل كده هعمل الخليط عشان هقلي شوية كده إيه وإحنا في الفاصل. تعالوا نشوف مكوناتها إيه ونشتغل فيها مع بعض. عندي راس البطاطس محتاجة لها بطاطس تكون مبشورة، بطاطستين بقى ثلاثة على حسب الكمية اللي أنتوا حابينها.
تمام، وعندي ثوم مفروم وملح وفلفل وشطه وفلفل حار وكمون وكزبره وبابريكا وكاري وثوم وبصل باودر، وعندي بيضتين، وبرضو البيض ممكن ازوده على حسب الكميه اللي موجوده عندي، على حسب انا عامله قد ايه بطاطس هي اللي هتحدد. وعندي كمان زيت للتحمير. هقول تاني المقادير، عندي بطاطس مبشوره، ثوم مفروم، ملح وفلفل وشطه وفلفل حار مفروم وكمون وكزبره وبابريكا وكاري وثوم وبصل باودر وبيضتين وزيت للتحمير. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه كده، هقوم جايبه بوله بالشكل ده وهبدا احط عليها كل البهارات بالبيض اللي عندي اهو، البيضتين اهو، هاخد البيضتين هقوم حطاهم هنا، هحط عليهم الثوم، جيب كده معلقه، برفع بس دول، انا عايزه امسح عايزاهم دول. تمام ماشي، نجيب معلقه ثانيه اهو، يلا بينا نحط فص ثوم كده على البيضتين بالشكل ده، وهبدا بقى بهر. بصوا البهارات بقى زي ما انتوا حابين، بصل بودره، ثوم بودره، كاري، كركم، بابريكا، بهارات فراخ، بهروا باللي انتوا عايزين تبهروا بيه. انا هحط كده بصل وثوم بودره، هحط شويه بابريكا، هحط شويه كاري هنا، وهحط كمان شويه بهار مشكل او بهار فراخ على حسب الموجود عندي، احط شويه كزبره، شويه شطه طبعا لو حابينها يعني سبايسي شويه، وعندي فلفل رومي وشويه بقدونس او كزبره خضراء اللي موجود عندكم، وبصل كده حاجه بسيطه خالص مش هحط كتير، وهبدا اقلب كل الكلام ده مع بعض. محمد هستأذنك أسرع والنبي، عايزة السباتولات دي بسرعة. تمام، وهبدأ كده إيه أقلب كل الكلام ده كده مع بعض. بصوا شايفين كل الحاجات دي هقوم خلطاها كده بالشكل ده، وهشوف بقى بعد ما أحط البطاطس هحتاج بيض تاني ولا لأ. شايفين الخليط ده هحط عليه بقى البطاطس المبشورة. طب خلي بالكم من نقطة، أنتوا لما هتيجوا تبشروا البطاطس مهم جدا ان انتوا تنقعوها لحد ما تشتغلوا فيها. يعني ايه؟ يعني انا ما بشورش البطاطس واخلي البطاطس مبشوره كده في البوله زي ما انا حاطه دلوقتي، لا انا دي مصفياها من شويه، لكن كنت حطاها في ميه عشان ما تسودش، لو بشرتوها وسبتوها كده في الطبق هتسود وهتبقى مش حلوه معاكم خالص. فمهم جدا ان انتوا تبشروها وتخلوها يعني موجوده في ميه. خلاص بعد ما بشرتها هبدا ان انا اصفيها ويعني اعصرها كويس جدا 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 من اي سوائل. تمام اهو، يعني بصوا بمسك كده البطاطس المبشوره وبعصرها كويس جدا من اي سوائل فيها. بصوا شايفين الميه دي كلها مش عايزاها. ام ايمن صباح الفل. ام ايمن معانا، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه اخبارك؟ ايه كله بخير يا حبيبتي؟ كله زي الفل. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير دايما، الله يخليكي. اتفضلي يا حبيبتي. احنا بنحب اكلاتك. الله يخليكي يا حبيبتي، وانا كمان بحبكم تكلمونا كده دايما وتشاركونا بتليفوناتكم الحلوه دي. اتفضلي حبيبتي انا معاكي. ممكن اطلب طريقه الفراخ المشويه؟ اه حاضر، عينيا حاضر يا حبيبتي، هقول لك احلى طريقه للفراخ المشويه. عينيا. ممكن ابني يكلمك؟ اه طبعا. اسمه ايه قولي لي؟ اسمه مصطفى. مصطفى؟ ازيك يا مصطفى؟ أنا كم؟ ازيك يا حبيبي، عندك كام سنة؟ عندي 9. 9؟ بتقف مع ماما في المطبخ وكده بتعمل أكل؟ اه معاها. حبيبي دايما يا رب. ماشي يا حبيبي، مبسوطة. الحمد لله، مبسوطة إن أنت بتكلمني. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب يا حبيبي وبخير يا رب. تسلم لي، تسلم مكالمتك يا حبيبي، شكرا. تسلمولي. عندي بقى الزيت السخن كده قبل ما هنطلع فاصل، هوريكم بس هنحطهم ازاي في الزيت عشان اسيبكم تطلعوا فاصل ونرجع كده اكون حمرت شويه منهم. هبدا بقى ايه، بصوا انا عندي هنا البيض هيمسك الموضوع، هبدا كده ايه اخد شويه كده في معلقه او في مغرفه على حسب ما انتم حابين، هبدا كده اعملهم زي القرص وانزل بيهم في الزيت. شايفين اهو البيض بقى، اول ما هنزل البيض اللي موجود اللي انا حطاه هيمسك في الخليط فهيديني قرص كده متماسك
وحلو جدا. تمام، هي بتبقى شكلها كده ايه، راستك كده، مش بتبقى يعني، تبقى بصوا البطاطس طالعه كده شكلها حلو جدا، تبقى راس مش يعني مش محدده قوي، بتبقى راستك كده زي ما انتم شايفين. وابدا ايه انزلها في الزيت، اول ما بتنزل البيض بتمسك على طول، البيض بيمسكها وبتبدا عندي تبقى قرصه واحده. بحاول بقى ما اقلبش فيها كتير، بقلب فيها مره واحده، يعني بقلب فيها لما ابقى عايزه اقلبها من الناحيه الثانيه. تعالوا بقى نطلع فاصل، وفي الفاصل مش هعمل حاجه غير ان انا هحمر شويه الاقراص دي لحد ما ترجعوا لي نكمل بقيه حلقتنا. استنونا. بصوا نحمر بقى الاقراص كده بالشكل ده، شايفين اهو، مستعجلش عليهم، يعني ارفعها لما الاقي ان الوش اللي تحت اتحمر، برفع واحده احط واحده مكانها على طول اهو بالشكل ده كده، وهسيبهم يتحمروا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بسبوسه السينامون بطريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه اي تعقيد خالص. تعالوا نشوف محتاجين لها ايه. محتاجين كوبايه من دقيق السميد، ومحتاجين كوبايه من اللبن البودره، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه صغيره من القرفه المطحونه، وعندي كمان معلقه صغيره من الكاكاو، عايزه صينيه تمام، وعندي كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كوباية الزيت، وكوباية مية، وعندي لبن، كوباية لبن برضو تاني، ونص كوباية من السكر، وحوالي كوباية من الجبنة الكريمي، وزبدة برضو حوالي ربع كوباية، ومعلقة قرفة كبيرة، ومعلقة كاكاو، وسكر بودرة. تمام، تعالوا بقى ايه نشتغل فيها كده كده واحدة واحدة مع بعض. اديني قرفة تاني محمد، بس هحمر بس كده ايه، اقلب، عايزه بولة قرفة. شكرا. تمام كده، هات لي قرفة تاني يا محمد. تعالوا بقى ايه نخلط المقدار بتاع البسبوسة. مقدار البسبوسة ايه؟ اللي هو اللبن البودرة عليه السميد، بصوا كله هحطه فوق بعض كده بالشكل ده، تمام؟ وعليهم السكر، سكر مش بودرة، سكر عادي، وهحط البيكنج باودر، وهحط الكاكاو، بصوا كله فوق بعض، وهحط القرفة، نص كوباية الزيت، تمام، كوباية المية. شايفين السهولة؟ مفيش أسهل من كده، ولا عجان ولا أي حاجة ولا خلاط. وهخلط كل الكلام ده كده إيه بويسك أو بمعلقة أو بسباتيلا بأي حاجة. بولة تانية فيها قرفة، بولة تانية فيها قرفة. هبدا بقى اقلب ده اهو، هبدا اقلب كده كل الكلام ده بالمعلقه اهو، كل الكلام ده كده، مش محتاج ولا خلاط ولا عجان ولا اي حاجه. بصوا القوام بيبقى عندي سايل كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. تمام، ببدا عندي بايركس، بحط بقى فيها الخليط او اي صينية يعني موجودة عندكم. بصوا الخليط بيبقى سايب ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه، وببدأ بحطها في الفرن على درجة حرارة 180. طلع الكانيلوني كده لونه حلو جدا، على درجة حرارة 180 بتاخد حوالي 25 دقيقة، 25-30 دقيقة. بصوا بقى الكانيلوني طلع شكله عامل ازاي، تحفة. بسبوسة المستوية يا محمد. هبدأ كده اسوي دي على درجة حرارة 180، الفرن شغال تحت بس، وببدأ ان انا بحط بقى ايه، بطلع بس البسبوسة كده بعد ما تستوي، هقول لكم هنعمل ايه. هقلب بس البطاطس، بصوا شايفين بقلبها، شكلها بيبقى حلو جدا ومتحمره وبتبقى كريسبي وطعمها في منتهى الجمال. اديها بس تحمير على الوش ده كده، وهطلعهم على طول واوريكم هنقدمهم ازاي. تشيل بقى كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي، طبق البطاطس اللي ورايا والبسبوسه بعد اذنك.
هبدا بقى ايه، اخلط كوبايه اللبن عليها نص كوبايه من السكر وهقلبها مع بعض. اخد كده معلقه وهقلب النص كوبايه من السكر على اللبن بالشكل ده، ويفضل يبقوا سخنين او البسبوسه سخنه، يعني يفضل ان حاجه فيهم تبقى سخنه عشان البسبوسه تقوم متشربه على طول السوائل دي. عشان انا هشرب البسبوسه كوبايه اللبن مع نص كوبايه السكر دي بدل الشربات. تعالوا نحطهم كده في الميكرويف لحد ما نعمل صوص الجبنه. البسبوسه ورايا، تمام بالشكل ده. بصوا بعد ما استوت هبدا اعمل لها فتحات كده بالسكينه بعصايه شيش طاووق اهو، عايزه اعمل لها فتحات كده على قد ما اقدر عشان ابدا ان انا ايه اسقيها اللبن اللي بالسكر اللي موجود عندنا. انا حطيته يسخن بالشكل ده، وتعالوا سريعا كده نعمل الصوص بتاعنا. هسيح برضو الزبده شويه، هبدا بقى ايه اسقي اللبن بالسكر البسبوسه عندي بالشكل ده، كاني بسقي بشربات بس بسقي باللبن والسكر، خلاص لحد ما تتشرب كلها. انا عايزاها شاربه اللبن اللي بالسكر اللي احنا حطيناه. طبعا كل ما تبقى سخنه هتتشرب معانا في ثواني، مش هتاخد وقت خالص. تمام اهو، هبدا بقى ايه اعمل لها فتحات كده عشان اتاكد ان كل السوائل دي هتتشرب للبسبوسه اهو بالشكل ده. انا عايزاها كده متشربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كل مدى بتتساوى والسوائل بتتشربه. طلع بس البطاطس اهو، ابدا بقى احطهم كده بالشكل ده اهو. شيل بقى الزيت كده من على النار ونبدا نقدم. شلت البطاطس انت محمد؟ شلت البطاطس عندك طبق البطاطس. هبدا بقى اعمل الصوص بتاع الجبنه سريعا كده. هجيب الزبده اخلطها كده مع السكر البودره اهو، حوالي تلت كوبايه من السكر بودره او ربع على حسب ما انتوا تحبوا الحلو يبقى قد ايه فيها او السكريات تبقى قد ايه موجوده فيها. تلت كوبايه هتبقى مظبوطه قوي. وهبدا اضرب كل الكلام ده كده مع بعض، الزبده بالسكر البودره. انعم خالص بالشكل ده، وبعدين هحط الجبنه الكريمي. اجيب كده الجبنة الكريمي هحطها كده بالشكل ده، تمام، وهبدأ اخلط تاني. اخلي الصوص ناعم خالص. لو لقيت القوام تقيل هخففه بشوية لبن او شوية مية. هبدا بس اخلط الزبده اللي من تحت دي عشان ما تبقاش، بصوا شايفين الزبده اللي تحت دي، محتاجه اخلطها كويس مع الصوص بتاع الجبنه عشان يبقى كل الحاجات داخله مع بعض. انا مش حاسه ان انا محتاجه سوائل، لو انتوا حسيتوا ان القوام تقيل معاكم ضيفولها شويه لبن. انا بس محتاجه ان انا اقلب الزبده مع السكر البودره مع الجبنه الكريمي، وهبدا احط الكلام ده كده فوق البسبوسة بالشكل ده، تمام، صوص الجبنة، وافردها كده اقدمه كده عليها. طبعا البسبوسة عندي متشربة كلها بالسوائل دي اللي احنا حطيناها، وابدأ بقى ايه افرد كده الطبقة بتاعت صوص الجبنة بالشكل ده اهو. حاول اسويه كده، هو بيبقى ناعم كمان جدا فبيتساوى بسهوله. وهبدا اجيب شويه بقى سكر بودره او كاكاو او قرفه، اي حاجه من اللي احنا بنحبها دول، وهبدا ان انا ايه
احطها كده وارشها. احط بقى شويه القرفه دول وهبدا بقى ايه ارش كده القرفه على البسبوسه اللي عندي لحد ما كلها تبقى زي بعض كده بالشكل ده. هبدا امسح كده الصينيه عندي من فوق الوش اهو، ونبدا بقى نقطع بقى وناكل احلى بسبوسه سينامون بتعملوها. يعني بجد طريقه سهله وبسيطه في نفس الوقت جديده وتغيير. بص الطبقات، البسبوسه المتشربه، الطبقه بتاعه صوص الجبنه اللي احنا عملناها بتاعه السينابون لما بنيجي نعمل السينابون نفس الصوص ده، وبنحط من فوق الوش كده قرفه، وبتبقى طعمها في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. تعالوا بقى ايه نبدا نقدم البطاطس اهو. بصوا البطاطس اللي احنا عاملينها الشكل ده كده. حاضر، هنجاوب بقى على الفراخ المشويه والكبد والقوانص. حاضر، نحط بقى معاها شويه كاتشب كده، نزينهم بشويه بقدونس او اي حاجه خضراء. تعالوا بقى نحط دول كده هناك. كده عملنا الكانيلوني وعملنا بسبوسه السينامون وعملنا كمان راس البطاطس بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا نجاوب بقى على شويه كامل اسئله لحد ما نختم. عندي الكبد والقوانص، احنا كنا عاملينها قبل كده بطريقه تحفه. الطريقه دي دايما بقول لكم الكبد والقوانص والحاجات دي لما تيجوا تعملوها هاتوها فريش، بلاش من الفريزر وتفكوا والكلام ده كله. يوم ما انت هتعملي الكبد والقوانص هاتيها من قبلها بيوم، حطيها في الثلاجه من تحت، او هاتي في نفس اليوم فريش، بتبقى طعمها فارق كتير. بحط شويه زيت على الطاسه، في الطاسه، وببدا ان انا بغسل الكبد عندي وبنضفها، لو فيها اي حاجه فيها دم الكلام ده كله بشيله، لو القوانص برده فيها اي حاجه زيادات والكلام ده بقوم منضفاها ومخليها زي الفل ومصفياها في مصفى. طبعا بغسلها بميه بارده من الحنفيه، مش ميه سخنه خالص، ولا بنقعها في حاجه ولا اي حاجه. خلاص، بعد كده بصفيها من الميه كويس جدا جدا جدا، وبحط اول حاجه القوانص في الزيت، بقوم مشوحاها تشويحه بدون اي اضافات، وبقوم حاطه بعد كده الكبد برده تتشوح معاها. بحمر الكبد والقوانص كويس جدا، بحمرهم كاني بحمر حاجه في الزيت، هو بعملهم كده، بحمرهم كويس جدا، مش بشوحهم تشويحه، لا الزيت يبقى سخن جدا، وبنزل بالكبد والقوانص بحمرهم. ليه الزيت يبقى سخن؟ عشان لو الزيت بارد هيخلي الكبد والقوانص تنزل الميه بتاعتها، فهتزفرها لي وهتبقى طعمها وحش جدا. هحط فيها عود قرفه، وهاجي في الكبه هفرم توم، وهفرم فلفل اخضر وفلفل حار، رومي وحار يعني، وهحط معلقه من الخل، وهحط ملح وفلفل وكمون وكزبره خضراء وكزبره سوري ناشفه وشويه شطه، وهضرب كل الكلام ده في الكبه، وهبدا اجيب الخليط ده اللي هو الخلطه دي هحطها على الكبد وهي بتتحمر، واقوم مقلبه، وكله احلى كبده. يعني بجد بجد الطشه دي مع الكبد والقوانص بتبقى في منتهى الجمال. يعني الطريقه دي انا بشوف ان هي حلوه جدا. طبعا عملنا طرق تانية بالصوص البني، عملنا كبد والقوانص بكذا طريقه برضو. تقدري لو حابه تتفرجي على وصفات اكتر على قناه اي تي سي طبعا على اليوتيوب، هتلاقي كل الوصفات اللي احنا عملناها بخصوص الكبد والقوانص. عندنا الفراخ المشويه، هنعمل خلطه حلوه جدا، هنجيب ميه بصل، ميه طماطم او عصير طماطم، وهنحط ملح وفلفل وشويه كاري وشويه كركم، مهم قوي الكركم في الشوي بيخلي لون الفرخه ذهبي وحلو جدا، واحط ملح وفلفل اسود واي بهار انا بحبه هبدا ان انا احطه، ومعلقه سكر ومعلقه كاتشب وحوالي ربع كوبايه من الزيت. هقلب كل الكلام ده مع بعض، وهنقع الفراخ فيه، سواء فراخ فيليه صدور او وراك او شيش او فرخه كامله متسحبه او فرخه كامله بعظمها، اي نوع فراخ انا عايزه اشويه هحطه في التتبيله دي حوالي من 4 لـ 6 ساعات، ولو بيتها في الثلاجه في كده من قبلها بيوم يبقى زي الفل. وهبدا اشويها يا في الفرن يا على شوايه يا على جريل، يا اما انا هديها صدمه كده على البوتاجاز وبعدين ادخلها تكمل سوا في الفرن، اي حاجه انتوا حابينها على حسب المناسب بالنسبه لكم. دي كده الاسئله اللي احنا اتسالناها النهارده. النهارده عملنا الكانيلوني بطريقه سهله، وقلنا ممكن نعمله بحشوه خضار، ممكن نعمله بحشوه لحمه، احنا عملناه النهارده بفراخ بس كده، ممكن نزود مشروم، ممكن نزود اي نوع حاجه من الخضار اللي انتوا بتحبوها، جزر مبشور، كوسه، اي نوع انتوا تحبوا او اي اضافه تقدروا تعملوها.
وعملنا قراص البطاطس وعملنا كمان بسبوسة السينامون بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. إن شاء الله أشوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من الطبق طبق.